المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. وفد عسكري إريتريا على المستوى يزور إثيوبيا. إحياء اليوم العالمي للتوحد. تدريب لأعضاء إدارة الإقليم الأوسط. اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو. تدريبات بحرية يابانية كورية أمريكية ضد الغواصات في المياه الكورية. ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرار كبار المنتجين خفض الإنتاج. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم وفد إريتريا العسكري على المستوى برئاسة مدير وكالة الأمن الوطني العميد أبرها كاسا، ويضم كبار قادة قوات الدفاع بزيارة عمل لإثيوبيا من يوم السبت الأول من إبريل بدعوة من وزارة الدفاع الإثيوبية. ضم وفد إريتريا العسكري على المستوى اللواء رمضان عثمان أولياي والعميد إيوب السهيح عليباي والعميد حدي شفريم والعميد ميكائيل هنس وضباط آخرين. تأتي الزيارة مواصلة للعلاقات الوثيقة بين إريتريا وإثيوبيا وتعزيز للتعاون الدفاعي المشترك. وأقام وفد إريتريا العسكري يوم الأحد الثاني من إبريل بزيارة سد النهضة في إقليم بني شنغول قمز رفقة نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية الجنرال أبباو تادسه، وقدم له شرحا بالقائمين على المشروع حول تطور عمل الإنشاءات. وزار الوفد اليوم الثالث من إبريل معهد الذكاء الاصطناعي والمكتب المركزي لوكالة الأمن السبراني لشبكة إثيوبيا والمكتب المركزي للشرطة الفيدرالية ومتحف العلوم وحدائق الأمن والصداقة ومكتبة أبرهوت، وقدم له توضيحا من المسؤولين حول أنشطتها والتغيير والتطور الذي أحدثته. جرت في أسمرة في الثاني من إبريل إحياء اليوم العالمي للتوحد على مستوى البلاد تحت شعار العلم الجيد للجميع. وقال رئيس جمعية الإعاقة الذهنية المقدم برهان بخرزين في المناسبة التي جرت في قاعة إدارة الإقليم الأوسط إن التوحد إعاقة ذهنية معقدة ويتطلب العناية، معرفة وقدرة أساسية وأسلوب خاص. ودعا الجهات الشريكة وخاصة وزارتي التعليم والصحة بالعمل الجاد لإثراء الخبرة المكتسبة وإدخال وسائل أفضل. وأوضح مسؤول متابعة جمعيات المعاقين في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد داويد سلمون إن على جميع قطاعات المجتمع المساهمة للعناية بالمعاقين ذهنيا، وشهدت المناسبة مختلف المناشط. وفي برنامج مماثل نظم في مصوى على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر، دعت مسؤولة فرع جمعية المعاقين ذهنيا السيدة للتخيدان حدقه لتعزيز أنشطة التوعية للتعريف بالتوحد. وقدم الدكتور محرت أبو إبراهام من مستشفى مصوى توضيحا حول الإعاقة الذهنية والفرق والتشابه بين التوحد ومتلازمة داون وأسلوب الرعاية التي يتوجب على الأسرة اتباعها. نظمت إدارة الإقليم الأوسط دورة تدريبية لثلاث أسابيع بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية، شارك فيها 51 عضوا بينهم 14 من النساء بهدف رفع قدرات الأعضاء وتقديم خدمات جيدة وسريعة. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي غلتة إن التدريب يعتبر خاصا من الدورات التدريبية المقدمة سابقا على مستوى الإقليم، معربا عن ثقته في خلقه دافعا لتحسين القدرات المهنية والعمل المؤسسي. من جانبه دعا مدير مركز الكفاءة المؤسسية بالإنابة الدكتور أبيل هبت مريم المتدربين لتطبيق الدراسة المقدمة لفائدة المؤسسة ومتلقي الخدمات. وأوضح ممثل المتدربين على العمل المتفاني ونقل المعرفة المكتسبة للزملاء. ودعا المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت والدبرهان المتدربين لتطوير القدرات المكتسبة والعمل المسؤول.
عقدت الجالية الإريترية في ألمانيا مؤتمرها يوم 25 من مارس المنصرم في مدينة فرانكفورت تحت شعار تقوية الجالية مسؤولية الجميع. وقال مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية سيد كحساي تولدي في المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون من 27 مدينة إن المؤتمر يعتبر استثنائيا لانعقاده في مرحلة جديدة مبشرة لبناء الوطن، مشددا على ضرورة تقوية الجالية في التأطير والمساهمة لربط الأطفال والشباب بوطنهم وثقافتهم وتاريخهم. وقدم السيد يوهانس روسوم عضو إدارة الجالية في التقرير الذي قدمه لعمل 3 سنوات توضيحا حول الأنشطة المنفذة للتعليم بلغة الأم وعلاقة الأعضاء ودور الشباب والعلاقة مع مكتب الشؤون القنصلية والتبرعات المقدمة والتحديات. وأكد عضو اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنية في ألمانيا السيد تخلو لباسي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة فرع ألمانيا السيدة لؤول تولده والسيد تخلاي مكنن من فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على العمل المنسق لتجاوز تحديات العمل. وشرح قنصل إريتريا العام السيد كبرى أبتخستي في التوضيح الذي قدمه للمؤتمرين بشأن قيادة الجالية والبرامج الوطنية والحياة الاجتماعية للمواطن الإريتري والتنسيق مع التنظيمات الوطنية ودور القيادة في التنسيق وتطوير أنشطة التنظيمات والاتحادات ورعاية المواطنين. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية لمدة 2 عامين. زارت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في جندع مريضات الناسور في مستشفى مندفرة وقدمنا أدوات النظافة والملابس. وأكدنا على العمل خلال لقائهن مريضات الناسور على تقوية أنشطة التوعية للحيلولة دون إصابة الأخريات بالمرض. أوضح الدكتور هبتة هيلم ملكوت أخصائي النساء والولادة إن السبب الرئيسي لمرض الناسور زواج القاصرات وختان الإناث وقلة الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، ويجب تعزيز الوعي المجتمعي لمكافحته. وقال المدير الطبي لمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور يوناس كفلماريام إن مرض الناسور إلى جانب المصاعب الصحية والنفسية يؤدي إلى ضغوطات ونبذ، مشددا على أهمية دور الأسرة لإيجاد حل جذري للمشكلة. زاوى يستقبل مركز الناسور في مندفر المريضات من جميع أنحاء البلاد. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا يجتمعون في إطار اجتماع رباعي بالعاصمة الروسية موسكو ضمن مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. ومن المتوقع أن تكون المشاورات ذات طبيعة فنية بحيث تمكن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة. ووصلت وفود جميع المشاركين إلى العاصمة موسكو لإجراء المشاورات. وأكد أيمن سوسان مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد النظام السوري أن وفده سيركز على إنهاء الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية على حد تعبيره. ولفت إلى أن الوفد السوري سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني وسيشارك في الاجتماع الرباعي. بدأت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة ضد الغواصات في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية في خطوة لتعزيز الردع ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية. وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن المناورات المشتركة التي تستمر يومين تجري بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز التي تعمل بالطاقة النووية في المياه جنوبي جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، فيما جرت آخر مناورة ثلاثية ضد الغواصات في سبتمبر الماضي وكانت الأولى منذ حوالي 5 سنوات. من جانبها أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التدريبات تجري بهدف تعزيز قدرة كل دولة على اكتشاف وتتبع وتبادل المعلومات ذات الصلة، في حين تختبر بيونغ يانغ بشكل متكرر قدراتها الصاروخية، وقد فعلت ذلك مؤخرا في احتجاج واضح على العديد من التدريبات العسكرية للحلفاء بين سيول وواشنطن.
وأشارت إلى أنه في منتصف الشهر الماضي قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت صاروخين كروز من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي قبل بدء مناورة درع الحرية المشتركة بين الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي. سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا بعد قرار كبار المنتجين خفضا منسقا للإنتاج اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري. وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا. وبالمثل أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبيك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023. وقفزت أسعار النفط بقرابة 6% في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن تخفيضات كبيرة للإنتاج من جانب هذه الدول. جاء الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط على الرغم من دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، خصوصا مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الإلغاءات المرتبطة بجائحة كوفيد. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مصرع ما لا يقل عن 19 شخصا إثر انزلاق تربة بشرقي البلاد. وقالت السلطات إن الكارثة وقعت في قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو، مشيرة إلى أن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر. وأكد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا هذه الحصيلة مشيرا إلى أنها أولية، وأضاف أن نحو 25 امرأة كن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، هذا تذكير بالعناوين. وفد عسكري إريتري عالي المستوى في إثيوبيا. إحياء اليوم العالمي للتوحد. تدريب لأعضاء إدارة الإقليم الأوسط. اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو. تدريبات بحرية يابانية كورية أمريكية ضد الغواصات في المياه الكورية. وارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرار كبار المنتجين خفض الإنتاج. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.